في مثل بيقول الحلو دايماً ما بيكملش، بنشوف صور ساخنة بتجمع الأزواج في الوسط الفني على السوشيال ميديا، ده غير القبولات المتبادلة والهدايا اللي بتبقى بآلاف الجنيهات وبيفضلوا يعلنوا عنها على وسائل التواصل المختلفة، لكن فجأة كده مرة واحدة بنتفاجئ وبنتصدم بخبر انفصالهم. السوشيال ميديا اتفاجئت بخبر انفصال المطرب أمير عيد عن زوجته الفنانة التشكيلية ليلى الفاروق بعد فترة طويلة من الخلافات والمشاكل اللي حصلت ما بينهم في الفترة الأخيرة. كمان الثنائي قرروا ان هم يحذفوا كل الصور اللي كانت بتجمعهم على حساباتهم الرسمية، وده كان خطوة واضحة منهم للتأكيد عن انفصالهم وتغيير الوضع بعد كل المشاكل اللي مروا بيها في الفترة الأخيرة. وكان من أبرز حالات طلاق كانت الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي. ساعتها أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز انفصالها عن أحمد العوضي. ياسمين كتبت على حسابها الشخصي على الإنستجرام: تم الطلاق ما بيني وما بين أحمد وبيننا كل الاحترام. الغريب بقى أن الطلاق حصل بعد احتفال الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز على طول، وده اللي خلى المتابعين يستغربوا جداً. كمان في 2024 وبالتحديد في نهاية شهر مايو اللي فات تم انفصال النجمة نيلي كريم عن لاعب الاسكواش هشام عاشور بعد سنتين ونص من الارتباط. ساعتها الصفحات الفنية نشرت صورة بتجمع هشام عاشور ونيلي كريم على الانستجرام وكتبوا عليها رسميا: طلاق نيلي كريم وهشام عاشور بعد سنتين ونص من زواجهم. كمان الفنانة هند عبد الحليم أعلنت انفصالها عن الفنان كريم أنديل، وده برضو كان في شهر يناير اللي فات بعد جواز دام لمدة 3 سنين. هند قالت في مقابلة تلفزيونية إن كل شيء اسمه ونصيب والحياة تجارب، في أشخاص بينجحوا فيها وأشخاص تانية بيفشلوا. كمان من ضمن حالات الانفصال اللي حصلت كان انفصال الفنان محمود العسالي عن زوجته خبيرة التجميل أمينة عبد المنعم، واللي تم بهدوء شديد، وده كان بعد جواز استمر لمدة 4 سنين، ودي بتعتبر الجوازة الثالثة للمطرب محمود العسالي. وفي 14 فبراير أعلنت الفنانة شيري عادل طلاقها من زوجها الفنان طارق صبري، وحذفت شيري كل الصور اللي بتجمعها بطارق من على حساباتها المختلفة بالسوشيال ميديا، وبعدها أعلنت الطلاق الرسمي من خلال منشور على حسابها بموقع انستجرام، وقالت فيه: تم الانفصال الرسمي ما بيني وما بين طارق مع وجود كل الاحترام ما بيننا، ربنا يكتب لنا الخير لكل واحد فينا في حياته. قولوا لنا رأيكم ايه في طلاق المشاهير اللي بيحصل كل شوية.